السلام عليكم الأصدقاء، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناة بيجيون سيمو فلوغ. انتم الخوت كما كتلاحظوا معنا هي النتيوة السلطانة ديالنا، هي كما كتلاحظوا راه تبارك الله نافخة مزيان. هي جات انتم الخوت، اللهم بارك. امها وباها هما اللي حداها، أباها أمها، شيه هذاك اللي ملهيش نبرخوه. دابا تولي عادي غنولعكم غير بالبولو بوحدو، بغيت نخرج البولو صاصدقو خرجوا لي واحد جوج واحد الفرام ليا خرجوا، لكن ماشي مشكل، أساس عندنا هو البولو. هاو داك الشنبور الأحمر، وهذا الخوت الطوبي هذا اللي كيما كتشوفو أنت، هاد الذكر اللي عندي ديالي القديم، وهذا راه عاد جبتو البارح، هذا راه يلاه نضم المجموعة. هاد الطوبي هذا هانتوما الخوت تبارك الله، هذا هو الزوج ديال السلطانة ان شاء الله، هو الطوبي هذا ان شاء الله. راه الله جبتو البارح، شو تبارك الله، تا هو راه ما عمرو تزاوج، تا هو جبتو كيما جبت الاخر في الاول، عمرو تزاوج بحال هكاك. هانتوما الخوت شو كينافخ، تا هو اللهم بارك الخوت، تا هو طوبي سبحان الله، كيشبه الاخر، غير الاخر ظهرو منقط، هذا الظهر ديالو صافي ما منقطش. هانتوما هو الاخر، شوفو الظهر ديال الاخر كي منقطه، انا نقرب ليه يبان لكم الدار منقط بالكحل، شيه هانتوما ظهرو منقط بالكحل. هاهي النتيوة ديالو هي اللي حداه، وهادي النتيوة ديالنا اللي جبنا ليها الذكر الجديد، باقي ما راومتهمش، باقي ما جمعتهمش، ولكن غادي نجمعهم ان شاء الله. يلاه جبتو البارح اخوتي، هانتوما الخوت تبارك الله، حنيقيرة تا هو يام نافخ تا هو تبارك الله، اللهم بارك. هاهي جوج الفرام ليا اللي خرجو، هاد النتيوة هادي والذكر ديالو هما اللي خرجو. دابا كيما كتلاحظو اخوتي راه كاينه الشتا، يلاه يلاه بانت ليا هاد الشميشة هادي، قلت راه نولعكم بالبولو اخوتي، ونولعكم بهاد الذكر هذا اللي جبت. هانتوما اخوتي الذكر زويون اخوتي، يلاه خديتوها البارح، هبطت ليه للقرية عند سميتو سيمو الحلاق. تحيه للسيمو الحلاق من هذا المنبر، هانتوما الخوت شو تبارك الله، راه حنيقيرة راه نافخ تا هو، اللهم بارك. راه فوتو كوبي ديال الذكر ديالي، هاو هاد الذكر القديم فوتو كوبي سبحان الله العظيم، هاهو هو تيوتو شيه. هانت يلاه طلع طلع، يلاه ركب، يلاه بسم الله، يلاه اللهم بارك الخوت، اللهم بارك تبارك الله خوتي، اللهم بارك، اللهم بارك اخوت. هانتوما اخوتي شوف تيديرو السعرات، تي يبزق ليها تيديرو السعر، سير تقب. هاهي تبعاتو نتيوتو، عرفتو شي يبانو تيبانو ولا لا، هاهوما يخرجو من هنا. هانتوما الخوت، هاهوما عاوتاني جابو دور اخرى، هاهو الذكر غادي شيه. هانتيوها فين حطات هاد الذكر، هاهو فين حطها، هاهوما تبارك الله بزق ليها هو يقعد. هاهي السلطانة ديالنا، ها الزوج ديالك شتي ان شاء الله، هاهو تبارك الله، شوفوا على حنيقيرة عندو. نولعوكم شوية الخوت معانا بهاد الذكير هذا، هذا راه باقي تا هو معمر تزاوج باقي، يلاه يلاه تزوجت بحالها قدها تقريبا، ولد العام ما بغيتش نجيب ليها شي واحد شارف، هذا ولد العام تا هويا. نزل هانتوما خوتي كما كتلاحظو معايا، هاهو هو وياها شتيه سبحان الله، جاو مع بعضياتهم هانتوما كيما باها وامها، هانتوما جاو مع بعضياتهم اللهم بارك. هاي عطاوني هاد الجوج غناخد منهم وليدات ملاح، هاد الذكر هدا وهاديك النتيو، هاهو هاهو قعد تنطلقو تي داك سبحان الله، داك الذكر البولو عزيز عليه الطيارة، الطوبي الآخر هاهو شيه، تولعو هاهو مع ديك الفرام ليا طايرين تا هما، فرام ليا راه والديهم باهم راه طوبي، باهم راه فوياجور
فوياجور مأصل امهم فوياجور، ولكن انتو امها فوياجور ناقصه. وذكر امو عنبر فين مشى او ما نزلوا هما يا ذكر مار فين او مزال او هاو هاد ان شاء الله ذكر هذا غنراومو انتي ولي عندنا السلطانه غنراومو ليها غير يدخلوا ان شاء الله للمجاريه غنحيد ليه السكوتش ان شاء الله غير يدخلوا للمجاريه ان شاء الله نحيد له السكوتش اخوت يلا رانا اخوتي دابا غادي نطلقوا الحميمات الاخرين حتى هما يخرجوا دابا بغيت ندير لكم شي توليعه مع البولو عاد نطلقوا الحمام انتي هو ديالنا الشيء مزرقطه ولا معرفت شوكيه كي كيقول لها مزرقطه كيقول شوكيه ها هو الذكر ان شاء الله اللي غنرومو ليها هذا الشنبور قبيح هذا الشنيبر هذا قبيح حتى هو راه بولو قبيح ها انتوما الخوت اللهم بارك الخوت قولوا تبارك الله الخوت غادي نطلق الحمام نطلق الحمام الاخر باش يتولوا سي يا الله مشى تولعوا في السما شويه مع الحميل مات هانتوما الخوت سبحان الله تنطلق الحمام ما تيوقفش العناور وكلشي تيبقاو في السما تيطيرو تيحطوش في السطح نيشان هما جوج نزلو على نبرات اخرين باقيين شادين في السما البولو تعرض ليهم شاف شاف البولو هو شاف باقيين طايرين الخوت اللهم بارك هانتوما خوتي سبحان الله فاش كيكون دايز هذاك البولو ديالي هو البولو اللي جبت البارح فاش كيكونوا سبحان الله واقفين قراب من بعضياتهم ولا هايج ولا شي حاجه ما تيبانش ليا الفرق بيناتهم حتى تنشوف في الدار ديالهم عاد تيبان ليا الفرق ها هو اشوف الدار شوف هذا ظهرو كي منقط كي كيبان منقط شوف شوفوا الاخر ظهرو كي داير الاخر الدار عنده صافي ما فيه حتى نقطه كاع شوف اللهم بارك اخوت يلا خرجوا نتوما خرج 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 نشوفوا الوليدات الخوت فين وصلوا هيدي هي انت هو ديالنا تبارك الله ها انتوما الحنيقيره تاع هي شوفوا الوليدات الخوت باش نعطيو الحمام ياكلوا اما هذا شنبور العنبر هذا عنبر هذا الخوت وهذا داك البيضه اللي جبت من عندك خونا ديال البولو هذه البيضه اللي كنت جبت مع خونا هي تبارك الله كنبقى نخالف فيهم الجوجات اللي بانوا لي صغيورين مازال ما متيوكلوهمش مزيان كنجمعهم بوحدهم والكبيبرين تنجمعهم بوحدهم هنايا هنا خوتي كاينين جوج شنابر هذا الوليد هذا راه السليك راه تبان ليا تيموت بان ليا تيموت يعني ما واكلش بان ليا تيموت صافي مابقاش يقدر يحل فمو كاع هذا الصغيور هذا صافي ايست منك حزي ليه انت سيريك حزي ليه هاد دخيتي مع شنو بغات تبان ليا كيموت هاد الوليد هذا سبحان الله العظيم شويه واحد اللحظه تبانوا ليا بداو يوكلوا ها انت والله الا بان ليا صافي مابقاش يقدر شي حل فمو ربي فاش كيبغي يدير فاش كيبغي ينقد شي حاجه راه كينقدها ها انتما الخوت ها هو هذا راه بولو تا هو الشنيبر الصغير هذا بولو ديالي هذا عنيبر هذا تا هو عنيبر شوف هذا شنبور ديال العنبر اخوتي الا الا ولد الحرام لا زقا زقا شتي كيدير ليه ولد الحرام هانتوما هادو اللي كبار هما راه درعزلتهم بوحديتهم جيت الله فيهم والصغيورين درتهم عاوتاني بوحدهم واخا هذاك صغير شي شويه زايد صغير بزاف يا مو امو المهم لا غاتوكلهم الخوت هانتي هو ديال العنبر اختي اللهم بارك اخوتي يلا وكل ولدك ها هو الدكير ديالنا هذا اللي فيه الهولوسيبيا
شوف الخوت تبارك الله راه ولدو راه غادي هانت هو راه طالع هاي السلطانة ديالنا هاد جوج هاد الفراملية راه كتجمع العش باغا تبيض هانتوما الخوت السلطانة ديالنا اللي غنديرو مع الذكر نعطيهم ياكلو الخوت اسكي غندير دابا انا شاد الكاميرا شاد الكاميرا وفي نفس الوقت باغي نعطيهم ياكلو من يديا وما تري داك التريبي اللي كندير فيه الكاميرا خليته لتحت ها انتم الخوت يلا سيروا سيروا ها انتم الخوت ما مرا فيه الجوع اخوتي انتم راهم تياكلوا تبارك الله اللهم بارك اخوت كما كتلاحظوا اخوتي راه تبارك الله تا ياكلوا ان شاء الله السجينه ديالنا راه مازال ما كملاتش ان شاء الله بشويه بشويه اخوتي تا غادي نكملها نديروا لها واحد الجيران نجيروها ان شاء الله بحول الله وندخلوا ليها الصنادق وداكشي نقدوها ونحطوا فيها الحميمات ديالنا ان شاء الله بحول الله يلا اخوتي وصلنا للاخر ديال الفيديو اخوتي نتمنى ينال الاعجاب ديالكم اخوتي واللي اول مره غيشوف هذه القناه هذه ما تنساوش تابوناو معنا وتحطوا لي جيم وتحطوا يعني ديروا التفاعل ديالكم اخوتي و بارطاجيو اخوتي الفيديو مع اصدقاء ديالكم باش العائله ديالنا والقناه ديالنا تكبر ان شاء الله بحول الله هذا ما كاين اخوتي يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم في فيديو جاي ان شاء الله.